مساكم الله بالخير. سناب سوى حركة مفاجئة ورطت بعض المشاهير لما كشف اليوم عن عدد المتابعين لكل مشهور. هذه الحركة طبعا ورطت اللي عنده لف ودوران، اللي كذب على المتابعين أو حالهم أنه أكبر مشهور بالخليج وأن ثروته هذه بسبب الإعلانات، لأن أغلى إعلان وإعلانه غالي لأن عنده ملايين متابعين وملايين مشاهدات. وبالنهاية تبين أنه ما وصل 2 مليون، وواحد كان قايل أن أنا عندي 28 مليون، وتبين أن متابعينه 2 مليون و800، يعني زاد 0. فليش سوت سناب هالحركة؟ أنا أقول لكم شنو سياسة سناب. سناب موقعته أو تطبيق تواصل اجتماعي سوشيال ميديا ينافس وسائل تواصل اجتماعي الثانية اللي هي تويتر، انستغرام، يوتيوب، كلها وسائل تواصل اجتماعي، كلها وسائل تواصل اجتماعي تنافس بعض. فلما سوى الستوري هذا اللي مسح بعد 24 ساعة وضرب انشهر، سوى انستغرام نفسه، سوى يوتيوب حتى نفسه، سوى الحين تويتر نفس الطريقة، فما عنده تميز. فهو يبي يسوي تميز ينن المشاهير، هبل فيهم. أول شيء صار يخليهم مثلا ما يطلع موضوعك ترند، يعني يطلع بالبوبولر اللي تشوفونه، اللي تشوفونهم تحت هذيل، إلا لما تخلي الناس تتفاعل معك، يعني تخليهم يصورون الشاشة وايد أو تخليهم يجاوبونك وايد. فصاروا الناس يعني صار مشاهير يقول تبي كذي صور شاشة، ولا تبي كذي يعني ايش رايكم ايه ولا لا، اذا ايه صور هالشاشة، اذا لا صور شاشة اللي بعدها. فصارت مستهلكة. انتقل بعدها سناب الى مرحلة ثانية وخلاهم ما يطلعون ترند الا اذا صوروا، يعني طلعوا من المألوف اللي هم فيه، طلعوا من بيتهم. فتلقى اذا مناظر خضرة وراء يطلع ترند، اذا مناظر ماي، حوض سباحة، بحر، يعني مناظر طبيعية غير مألوفة يطلع ترند، أو عدة وجوه مشهورة تطلع بنفس السناب. يعني أنا أصور معاي مثلا سين وصاد مشاهير، فالذكاء الاصطناعي يقيس الوجوه هذه إنها وجوه مألوفة مشهورة منتشرة بسنابات وايد، فيحط لي هالسنابة ترند ويطلع الموضوع ترند. بعدين صار المرحلة الثالثة، انتقل عرفوها طبعا، وسناب عرف لهم يتطورون وسناب يطورهم. مثل ما قلت لكم يننهم سناب، خلاهم يناقزون، يطلعون من بيوتهم يصورون برا، يصورون من سدحين، يصورون أي شيء، المهم يبون ينتشرون. بعدين صار سناب لا يقلل من متابعينك اللي يشوفونك، يعني أنت يتابعك على سبيل المثال 100 ألف، ما يخلي سناباتك توصل 100 ألف، يعني 100 ألف ما توصل لهم السنابة، يفتحون سناب مالهم ستوري مالك مو طالع عندهم، كأنك مو ناشر شيء اليوم، فيقلل المشاهدات، تنهبل. انت اذا كنت تبي المشاهدات وتتأثر بهالأمر، تين تحاول تناقز، تنطط، تسوي، تحوس، تسوي إثارة، تسوي أي شيء، تنزل سنابات طول اليوم عشان يتم سنابك هو أول واحد عند الناس لما يفتحون، فينن العالم. هذه المرحلة استهلكها الظاهر سناب، وطلع لهم مرحلة حين ثانية، يدرع عرفوا الطريقة كلهم، ما بقى أحد ما شق هدوم، يعني شققوا هدومهم قدام الناس، واللي صور تكرمون بالحمام، واللي سوى مقلب أخذ من تكرمون المرحاض وشرب هذا على بنا مقلب، واللي افصخت هدومها، واللي يعني طلعوا مفاتنهم وسيقانهم وملابس داخلية وتسدحوا، المهم ينوا عشان تنتشر مقاطعهم وعشان ترتفع مشاهداتهم. الحين سناب انتقل لهم مرحلة ثانية عشان يننهم أكثر. طبعا سناب شنو يستفيد؟ يستفيد من هذه انه يخلي المشاهير يزيدون من المشتركين بسناب، فيزيدون مشتركينه، فيصير السناب مستخدمين أكثر مثلا من خلينا نقول انستغرام مثلا. المهم يعني يحاول يزيد المنافسة مع الآخرين، يزيد المشتركين. وإذا حاول المشهور أنه يحط رابط لانستغرام أو تويتر أو يوتيوب، تطيح المشاهدات، ما يصعد السنابة هذه بالبوبولر. حتى أنا أحيانا يعني أقول لبعض المعلنين، أقول له تبي أحط انستغرام كيفك، بس ترى إذا حطيت اللينك مال انستغرام ما راح
تصير مشاهدات عالية، فأصور إنستغرام، أحط الويب سايت مالك إذا عندك ويب سايت، أحط الأبليكيشن، رابط الأبليكيشن إذا عندك أبليكيشن، لكن تحط سوشيال ميديا ثاني راح يعتبر سناب إنك أنت قاعد تسحب متابعينا إلى موقع تواصل اجتماعي آخر، فراح يطيح المشاهدات. كذي يسوي سناب، ذكاء اصطناعي طبعا. فالحين دخل لهم مرحلة جديدة، خلاهم قدام الناس إن هذا عددكم، وإذا قلت شيء يقلل المشاهدات، يعني مثلا أنت تقول رأي ما يعجب الناس فتقل المشاهدات، مو مشاهدات، تقل المتابعات، يعني الناس يلغوا المتابعة فتتأثر أنت، فتحاول تسوي أي شيء قدام الناس عشان يزيد الرقم هذا. هو ما ظن سناب أن في كذابين بهالكمية بالخليج ومشاهير وعندهم ملايين، لكن هم ملايين متابعين، لكن هم يكذبون، يعني عندهم عقدة النقص. أنا أظن أن بعض الناس رحمة لهم أن هذا عدد مشاهدينهم، لأن يعني التهريج اللي أنت قاعد تسويه وعدد الناس اللي ما يحترمونك، أحمد ربك أن هذا عدد الناس اللي ما يحترمونك، لأن أصلاً اللي تابعونك بعض الناس، يعني بعض المشاهير يتابعونها عشان مفاتنها، ولا عشان اخباره، ولا عشان قاعد يهزئ نفسه، ولا قاعد يهزئ احد من اهله او ايا كان. فنعمه ان هذا ومثاله متابعينهم قليلين، وهو ما يدرك هذه النعمه، ما يدرك انه بنعمه ان اللي قاعدين يضحكون عليه قليلين وقاعدين يتحمدون الله عليه قليلين. فسعي الناس الشهره يننهم وهبلهم ووصلهم مرحلة يكذبون، يعني ويعيشون الجنون. تذكروا أنت واحد مشاهير راح سناب قبل سنتين وقال أنا عندي 3 ملايين متابع، راح شركة سناب. طبعا شركة سناب توجه دعوة لأي مشهور بسناب، أي واحد عنده حساب موثق أنا وجهوا لي دعوة أزور مكتبهم بدبي، وإذا رحت عليه يوجهون لي دعوة أزور مكتبهم. أي واحد عنده نجمة يقول له تعال زور مكتبنا وصور عندنا، احنا نبيك تصور عندنا، وهم يعلمونك شلون تزيد المشاهدات، يبونك دائما تصور بسناب دائما من الصبح لليل. فالحين دخل معاهم سناب مرحلة جديدة انك كشفهم قدام الناس، يلا انت امام تحدي امام الناس، هذا الرقم تزيده ولا تنقصه. وعاد طبعا سناب يراهن يمكن على عقولهم، يراهن على اخبارهم، ما أدري ولا أدري لوين بيوصلون مع سناب.